فاتحوا بسم الله. آمين. اليوم لخالد خالديته وخاطرته تقول ميجر تخصص. أول إحنا بكلية التجارة كان تخصص العام إدارة الأعمال، السبيشل تسويق ماركتينج. فأنتوا التخصص شنو يعني لك يا شيخ البدور؟ تخصص إيه، شنو تخصصك بالحياة؟ تخصص والله أنت معروف تراثي كويتي متخصص بالتراث وبالأنتيك وبالجنتلة. انت يا ابو علاء شرطة. انا السبيشاليتي مالتي لا، انت تخصصك مضحي، ضحيت في لاجل غيرك في التطبيق انت الالكترونيات. اي والله لا، ضحيت لاجل غيرك. انت يا لقمان تخصصك كهرباء الكتريسيتي، انت شنو تخصصك؟ عامل. انت يا شيخ سيد العرب بالله وسيد ابو عمرو، ما شاء الله، بدون هندسه وبدون شهاده، ها انت تعتبر معلم خبره. الحين بسالكم كل واحد بتخصصه اشتغل، انت شنو دراستك؟ انا يعني متوسط بس. انا انت لقمان انت شنو ديجري؟ انا دبلوما اشتغل. شوف غير تخصصه. انت ابو علاء؟ انا هاي دبلوما بعد. وانت ابو بدر؟ انا والله رياضه. شوف كل واحد، ما في احد اشتغل بتخصصه. لا طبعا، بس انا تسويق، اشتغلت بتسويق، اسوق للصوفيه واسوق للتراث الكويتي واسوق لاهل الله واسوق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسوق حق الناس الحلوين اللي جايين من بعيد. اللهم صل على محمد. بسالكم انتم سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم شنو كان تخصصه؟ نبيكم شفيعكم، ما تحكوا شنو كان تخصص نبيكم؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. والله بالقران شنو يقول عن سيدنا محمد؟ وانك لعلى خلق عظيم. خل نسال السيد. سيد شنو تخصصك بالحياه؟ اليوم انا خاطرتي عن التخصص، شنو تخصصك سيدي؟ شكرا سيدي. واحنا كذلك السيد اللي معك شنو تخصصك؟ ادري انت شنو شهادتك سيد الرفاعي. هلا سيدي، عشان خاطرتي جاذبتني. شنو تخصصك بالحياه سيد؟ محب لرسول الله. لا امس محمد، اي والله احلى كلام. وبالحياه شنو درست؟ محب لله ورسوله. لا دراستك؟ دراستك بالدنيا اللي عملهم فني صناعي. سبحان الله، اشتغلت بمهنتك ولا بس وراء؟ لا لا لا، سبحان الله. ليش الاغلب اللي اخذوا شهادات ما اشتغلوش فيها؟ كان الوالد اتذكر السيد يوسف بن سعد رفع ودنا بشيخ الطريق رفع سويه بالمنصوريه، قعدني يونس الصهاجية يقول النظري وعملي، يقول اللي نظري خليه ادور ادبر، العمل يقول اشتغل بيده فني كهرباء يقول عطول اشتغل. يقول دبالين صلاة يونس الصهاجي ومن ظاهرة. لا ادري فليش الدبالين. اللهم صل محمد وعلى صحبه وسلم. الدور على اسد لي بالسعاده. ايوه، وهذا الاستاذ من صهاج. أيوة. ما شاء الله يا رب. شنو تحبون يكون تخصصكم الحين؟ نفس اللي انتم فيه ولا تغيروا؟ ابو بدر شيخ الفضول، تحب تغير تخصصك تصير داعي اسلامي؟ تصير صوفي حقيقي؟ ان شاء الله انا صوفي. السيد يوسف الرفاعي شنو كان تخصصه؟ يا لقمان بابا السيد يوسف الرفاعي شنو ميجر مال هو؟ صوفي. صوفي تخصص صوفي حقيقي. وشكرا لكم.